أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. البرهان يبدي استعداده لبدء حوار مع قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب في السودان بعد إعلان مماثل لحميتي قبل أيام. ما مدى جدية مبادرات الطرفين في ظل التجارب السابقة؟ بايدن يتهم متطرفين جمهوريين بالعمل على التسبب بالشلل الحكومي عبر عرقلة مشروع الإنفاق. لماذا يتهدد الأغلاق دائما الولايات المتحدة؟ عروض فنية يقدمها مسرح الباليه الصيني في الجزائر، أي روابط ثقافية مشتركة بين الدولتين، وأعضاء نادي أصحاب الملايين والمليارات في تزايد بسبب الكريبتو، إلى أين يتجه سوق العملات المشفرة بعد الهزات الأخيرة؟ للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع يبدي قائد الجيش السوداني استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع. اشترط البرهان في لقاءاته الإعلامية الأخيرة قبل مغادرة نيويورك حماية المدنيين للجلوس على أي طاولة محادثات. عاد عبد الفتاح البرهان إلى السودان ليستكمل إشرافه على الحرب التي يؤكد أنه واثق من النصر فيها، مع تحذيره من توسع ميادينها أبعد من حدود السودان. كلام البرهان الجديد جاء بعد دعوة مماثلة من خصمه، ففي كلمته الموجهة للأمم المتحدة قال حميتي إن قواته على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش. وإن كانت التساؤلات كثيرة عن جدية الطرفين، فإن الوضع الإنساني المتدهور بات هو الآخر ناقوس إنذار لجميع الأطراف بما فيها الخارج، وهو ما دفع ربما دول الجوار إلى اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة. وبانتظار الحل لا يزال السودانيون تحت النار، بحيث تستمر المعارك على حدتها في الخرطوم وأم درمان وباقي مناطق العاصمة والمدن. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، هل اقتنع طرف الصراع في السودان بالعجز عن الحسم العسكري؟ وثانيا، ما مدى جدية مبادرتي البرهان وحميدتي لوقف إطلاق النار؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد أنس الإمام الإعلامي السوداني وهو معنا من لندن. سيد أنس، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما الذي استجد حقيقة حتى الطرفان قررا أن يتجها نحو التفاوض وبالتالي وقف إطلاق النار؟ نعم، في البدء مساء النور عليكم على كل السادة المشاهدين. قد يكون الحديث الموجه من قائد قوات الجيش السوداني رئيس مجلس السيادي عبد الفتاح البرهان هو حديث باعتبار أن المنبر الذي يتحدث إليه هو منبر الأمم المتحدة، فبالتالي اللغة التي يجب أن يخاطب بها العالم يجب تكون لغة مفعمة بعبارات يوجد فيها مصطلح السلام، وأنه يا أخي أن الفترة الجاية قد نريد إيقاف الحرب. نعم، قد يكون إيقاف الحرب الفترة الأولى، أنه الجيش والدعم السريع وضعوا قد يكون هناك اتفاق جدة، كان هنالك اتفاق في الأول على وقف إطلاق النار اللي هو كان تم في مايو من العام الحالي، لكن الجيش السوداني وضع كان وقتها شرط واحد اللي هو خروج القوات الدعم السريع من منازل المدنيين والأعيان المدنية، وهو الشرط الذي لم يطبقه قوات الدعم السريع. ولكن رسالة محمد حمدان دقلو في نفس اليوم أو قبل خطاب البرهان، كان هو القصد منه التشويش على خطاب البرهان في المقام الأول، والجزء الثاني أنه يريد أن يقول العالم أنه أنا موجود وأنا حاضر في المشهد السوداني وأنا موجود من خلال هذه المبادرة التي قدمها. ولكن يبدو في أرض الواقع أنه هذه المبادرة أو هذا الحديث من قائد قوات الدعم السريع قد يكون موجها لجنوده في المقام الأول، لأنهم لا يعلم مؤكدا أن خروج قواته من منازل المواطنين تعني انتحارهم وتسليمهم إلى الجيش السوداني، فهو لن يخرج من منازل المواطنين لأنه كان لديه فرص كافية للخروج من منازل المواطنين والخروج من الأعيان المدنية. ولكن في مجمل القول إن عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو الاثنين يريدون أن يخرجوا بوجه للعالم بأنهم يريدون السلام، ولكن إلى يومنا هذا إلى قبل ساعات هي الحرب مستمرة ومستعرة ما بين قوات الجيش والقوات المتمردة قوات الدعم السريع. ولكن حديث موجه للعالم، حديث موجه إلى الكل، يعني شكلي فقط لا أكثر من ذلك، شكلي فقط ولا أكثر من ذلك، وهو
او هو ممكن نقول عليه تكتيك مرحلي، ولكن يبدو انه يعني حتى عودتنا في الحرب السودانيه في قبل وجود اي مشاكل او عفوا وجود اي مفاوضات قبلها تستعير الاماكن الحربيه والساحات الحربيه، بسبب انه كل طرف يريد ان يعني كل هذا في السودان ولم تستعر بعد. يعني سيد انس، لماذا يعني لا يكون حقيقي الموضوع وانه الطرفان اقتنعا بانه الحل العسكري ليس هو الحل؟ تبدو المشكله في التنفيذ. يعني قد يكون انه الكلام انه الطرفين قد يكونوا اقتنعا انه يبدو انه الجانب العسكري هو قد يعني هو غايه للمفاوضات وليس هي الوسيله الاولى، ولكن المشكله الان تحديدا في قوات الدعم السريع، لانه حاليا المشكله الان اصبحت ليست هي قتال ما بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، اصبحت المشكله الان مشكله ما بين قوات الدعم السريع والمواطنين في الشعب السوداني، لانه هذه القوات اخذت المواطنين بيوت المواطنين عنوه، وقامت بنهب كل المدخرات المواطنين، ثم قامت بقتل يعني في منطقة واحدة في الجنينة قتلت أكثر من 5000 شخص من قبيلة واحدة من قبيلة المسالي. طب هذا ألا يعجل بالقضاء على قوات الدعم السريع؟ نعم، هذا ما صرح به يعني القائد البرهاني. لماذا التفاوض معه أو إعلان التفاوض معه؟ لأن عشان كده ذكرت أنه هذا هو تكتيك في المقام الأول، لأنه البرهان في حديث أمام الأمم المتحدة تحدث عن جرائم قوات الدعم السريع وطلب يعني اعتبار هذه الجماعه هي منظمه ارهابيه. صحيح. وحين دمغها بهذه التهمه يبدو انه التفاوض مع هذه المنظمه الارهابيه غير مجدي ويجب حسمها عسكريا، وحتى اشار البرهان انه الحرب قد تتمدد من السودان الى باقي الاقليم، بحسب انه هذه القوات قوات الدعم السريع لديها مقاتلين ليسوا من السودان، هنالك من دول الاقليم حتى الى النيجر، وجزء منهم الى داخل افريقيا، وهو كانه يخاطب العالم بان هذه الجماعه قد تشكل خطر ليس على السودان فقط ولكن على كل الاقليم كاملا. فهنا اعتقد ان هذا التلويح بسلاح المفاوضات قد يكون جانب من الدعم السريع باعتبار انه يريد ان يبطئ او يقلل من عمليه انه دمغه بجماعه ارهابيه، فهو يريد أن يذهب إلى التفاوض حتى يتسنى له وجوده في المشهد القادم السياسي السوداني. ولكن من طرف جانب آخر يعني هذه القوات التي تسببت في القضاء على الماضي باعتبار أنها قامت بحرق ونهب المتاحف التي عمرها أكثر من 7000 عام. طيب ماذا الآن أمام الرأي العام؟ نعم. ماذا الآن أمام الرأي العام السوداني؟ الطرفان أعلنا يعني جهوزيتهما دخول في هذه المفاوضات ووقف إطلاق النار، ماذا الآن أمام الرأي العام السوداني؟ وهل فقط تقف الأمور عند هذين الطرفين الداخليين أم هناك ما هو أبعد من ذلك؟ هذا التخطيط هو داخلي فقط؟ لا، التخطيط هو ليس داخلي، يعني باعتبار أنه ما يدور الآن في السودان كل ما الأيام استمرت كل ما أصبحت المشكلة أكثر تعقيدا، يعني باعتبار أن دخول أطراف دولية في المشهد السوداني قد يعقد المسألة بشكل كامل. قد يكون أمام القوات الدعم السريع الآن لكي تثبت جديتها أن تقوم بالخروج من منازل المواطنين والأعياد المدنية في المقام الأول، ومن ثم الآن تتحدث عن المرحلة الثانية. التعقيد المشهد السوداني هنا أعني أن هنالك الآن دخول القوات فاغنر الروسية في المشهد السوداني باعتبار أنها تقوم بتمويل القوات الدعم السريع بمجموعة من الأسلحة والذخائر. أيضا دول الجوار السوداني ولديها أكثر من تقاطعات إقليمية، وهنا أعني ليبيا وأفريقيا الوسطى، ودخولهم في هذه الحرب السودانية قد يكون أيضا ما من وراءه، يعني خصوصا أنه لو لاحظنا أنه الإقليم كله، يعني الإقليم نشهد أنه النيجر ما يدور في النيجر مناسبة ليس بعيدا من السودان، وما يدور في بعض افريقيا الوسطى ليس بعيدا من السودان. صحيح. فهذه كل الدول الموجوده الان لديها روابط كثيره، جوانب منها اجتماعيه وجوانب سياسيه مترابطه مع الشان السوداني. فيبدو ان هذه المنطقه او هذه الرقعه من العالم تشهد يعني صراع كبير
قد يكون في لهذا وجه السبب وجهته الآن. سألتك، أمام هذه التقاطعات أليس منطقي جدا أن يعلن الطرفان الذهاب لمفاوضات ووقف إطلاق النار، لأنه بدأ الموضوع يخرج عن السيطرة ويخرج عن الحدود وفي مصالح بباقي الدول، بالإضافة إلى هذه التوترات اللي تتحدث عنها إن كان بدول الجوار أو أكثر من ذلك بكل أفريقيا؟ ألا يصبح هذا الطلب منطقي هنا أو التوجه؟ ومن يقف وراء هذه الدعوات لوقف إطلاق النار إذن؟ أي أطراف خارجية؟ نعم، هو وقف اطلاق النار قد يكون هو الحل الاسلم، ولكن هذا على الورق، ولكن على التنفيذ على ارض الواقع يبدو ان هذه القوات ليس لديها القدره على انه او الامر ليس بيدها لاتخاذ هذا القرار. وعلى هنا قوات الدعم السريع تحديدا، يعني باعتبار ان هذه القوات التي اصبحت فجاه انتشرت ولديها يعني اسلحه نوعيه في المعارك، أصبحت هذه القوات يعني تشكل تهديدا ليس على السودان فقط، يعني حتى الإقليم كامل. فبالتالي يعني الأمر الآن أصبح للأسف ليس بيد السودانيين فقط، هنالك جهات خارجية يعني تعتبر أن هذا ما يدور في السودان هو صراع لمرحلة أخرى أو لمرحلة في قادمة. وأعني هنا حتى الحرب الروسية الأوكرانية هي الآن أصبحت جزء من ملامح الحاصل الآن في السودان، باعتبار ان هنالك تقرير اوردته سي ان ان حدث عن مشاركه بعض القوات الاوكرانيه في الحرب الحاليه في جانب في صف الجيش السوداني. نعم هذا ما نفعه الجيش السوداني، لكن هنالك من يتحدث عن هنالك مدربين لقوات الجيش السوداني في استخدام نوع معين من المسيرات داخل الحرب السودانيه. فقد يكون سيدي العزيز انه الموضوع معقد اكثر، وكل ما طالت المده طالت التعقيد الأزمة وأصبحت حلها أصعب وأصعب. ابقى معنا سيد أنس الإمام الإعلام السوداني، وحضرتك معنا من لندن. دول الجوار تخشى امتداد الصراع السوداني ليس بسبب خطره الأمني فحسب، بل لتبعاته الاقتصادية على دول أفريقية تعاني في الأصل. فأعداد لاجئين في تزايد كبير وسط شح في المساعدات الإنسانية. نحو 5,200,000 سوداني غادروا منازلهم بعد بداية الاقتتال الداخلي في البلاد في نيسان أبريل الماضي، بينهم أكثر من 100,000 مشرد في الأسبوع الماضي وحده. وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فإن أكثر من 4,000,000 سوداني نزحوا إلى نحو 4,000 موقع داخل ولايات البلاد 18، أبرزها النيل الأزرق ودارفور، بالإضافة إلى ولايتي سينار والنيل الأبيض. في المقابل أكثر من 1,000,000 عبروا الحدود نحو دول الجوار. وفي مطلع الشهر الحالي توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول أكثر من 1,800,000 شخص من السودان إلى 5 دول مجاورة، هي مصر وجنوب السودان وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بحلول نهاية العام. الوكالة الدولية للهجرة أعلنت قبل أيام أنها تعاني عجزا تمويليا وصل إلى 79% من حجم احتياجات التمويل الإغاثي الإنساني المطلوبة لدعم اللاجئين السودانيين، ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى زيادة تمويل المنظمات المحلية والدولية. ولتكتمل مشهدية المأساة في السودان، حذرت الوكالات الأممية قبل أسبوع من أثار استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء البلاد، حيث تأثر أكثر من 80,000 شخص وتضرر نحو 12,000 منزل منذ تموز يوليو الماضي. أعود إليك سيد أنس للإضاءة قليلا على الواقع الإنساني. نعم، قد يكون الواقع الإنساني هو أكثر يعني مأساوية من ما يدور الآن في المشهد السوداني. يعني كما ذكرت الآن الأرقام ذكرتيها، أضيف عليها أيضا بعض الأشياء واللي هو انهيار عديدا القطاع الصحي، وأنا أعني هنا في منطقة الخرطوم. يعني أكثر من 80% من المستشفيات التي كانت تعمل في الخرطوم الآن أصبحت خارج الخدمة تماما. هنالك الولايات التي يعني خارج الخرطوم، باعتبار أنه الأعداد التي أتت إليها من الخرطوم أصبحت يعني فوق طاقة استيعاب هذه الولايات وخارج نطاق السيطرة القدرة حق التشغيلية لتشغيل أو إلى إضافة أو تسكين هؤلاء الأشخاص. كل هذه الجوانب ايضا يعني الجوانب الانسانيه، الجوانب في الاطفال، قد تكون القت ظلال سالبه على المشهد السوداني. وهنا اعني هنا تحديدا ان هناك مشكله كبيره في نقص التمويل. نعم الامم المتحده تحدثت عن اكثر من 80% لم يتم تنفيذها من المبالغ المرصوده للمشهد السوداني.
وهنا أيضا يعني قد نكون نخاطب عن العالم. يعني إذا كانت أوكرانيا عندما حدثت هذه فيها المشكلة بين أوكرانيا وروسيا هبت أوروبا كلها لنجدة أوكرانيا باعتبار أنه والله يا أخي الجانب الإنساني الموجود في هذه المشكلة، فما بال أيضا هؤلاء السودانيين أيضا يعانون من نفس المشكلة ونفس السيناريو الموجود الآن داخل حصل في أوكرانيا. فيبدو أن هنالك وربما تكيل بمكيالين في جانب المساعدات ليس بجديد. السودانية أكيد لكن ليس بجديد. طيب موضوع النزوح وهو بشكل كبير إن كان بداخل السودان أم حتى أصبح خارجها، البرهان تحدث أنه الصراع سيمتد لخارج الحدود، هل يتوقف الموضوع عند خارج الحدود بموضوع النزوح أم نحن بانتظار ما هو أكثر من ذلك؟ شكل هذا التمدد كيف سيكون لهذه الحرب في السودان؟ قد يكون إشارة البرهان لها جانبين، الجانب الأول أنه الجانب النزوح الموجود من المواطنين السودانيين إلى هذه البلدان التي يعني تعاني أصلا من هشاشة. ما الذي سيشكل النزوح؟ أي خطر يحمل لهذه الدول؟ لا هو جانب اقتصادي في المقام الأول، يعني باعتبار أنه الموارد في هذه الدول محدودة، يعني في المقام محدودة، ووجود هذه الأعداد الكبيرة داخل هذه الدول قد تهدد الجانب المالي او التمويل لهذه الدول. لكن البرهان يعني في هذا الجانب ليس جانب النزوح، ولكن يعني ان امتدادات هذه الدول باعتبار ان الزاد البشري القادم من قوات الدعم السريع يمتد من تشاد والنيجر ومالي وافريقيا الوسطى، كل هذه الدول زي ما يقولوا الجوار من جوار السودان كلهم اتوا الى الخرطوم من اجل الوقوف او من جانب قوات الدعم السريع باعتبار ان هنالك يعني علاقات قبلية وجانب علاقات تصاهر أو جوانب أو الفزع كما يسمونه إلى الذهاب إلى خرطوم لنصرة قوات الدعم السريع. فهنا زي ما يقولوا كان حدث البرهان إن وجود هذه الجماعات يمكن أن تشكل خطرا مستقبلا باعتبار أن هذه الجماعات قد احترفت القتال من أجل المال، وحينما تذهب إلى خرطوم وترجع إلى مجتمعاتها الأصلية تبدا ايضا في مثل هذه العمليات وتمتد اعمالها اكثر واكثر، يمكن تصبح عصابات منظمه او يمكن ان تشارك ايضا من قبل قوات فاغنر الروسيه التي بدات بتجنيد مجموعات كبيره داخل هذه بشكل سريع. اليوم حرب السودان هي يتم تنسيها بشكل مقصود، وماذا عن دور دول الجوار فيها انسانيا وغيره؟ انسانيا قد تكون اغلب الدول يعني عملت التي باستطاعتها، يعني هنا مصر استضافت اكثر من 300 الف تشاد حوالي 400 الف وكذلك جنوب السودان وكذلك دول الجوار كلها يعني قدمت ما يمكن ان تقدمه، ولكن ايضا نعرف ما يمكن يعني هذه الدول لديها امكانيات محدوده ولديها ضغوط اقتصاديه ايضا لا يمكن ان تقدم الكثير، وقد يكون الجانب الدولي او الجانب الدول الامم المتحده يمكن ان يغطي هذه التكاليف، ونحن نرجو من الأمم المتحدة أن تقدم تمد يدها لمساعدة الجانب الإنساني السوداني، ولكن إذا كانت إذا الحلف الآن أصبح للأسف ليس في يد السوداني في المقام الأول وأصبح الحلول في أيادي خارجية، يمكن أن تمتد الحرب من السودان إلى مناطق أخرى أو حتى الآن يسمى الآن في انطلق الآن بعض المصطلحات التي تسمى بحرب الصحراء الكبرى، قد يكون تنطلق من السودان وهناك من يتحدث انها سوف تنتهي في المحيط من الجانب الاخر من القاره الافريقيه، فقد يكون الجانب يعني مظلم نوعا ما، هنالك كثير من السوداويه في المشهد، ولكن قد يعني نتمنى ان يحتكم السودانيون او تقف الحرب او يتم احلال السلام في السودان. شكرا لك انس الامام الاعلامي السوداني، كنت معنا من لندن. الولايات المتحدة مهددة بالإغلاق الحكومي مجددا، الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفيدرالية الأسبوع المقبل مع إغلاق عدد من مؤسساتها بسبب انقطاع التمويل عنها. بايدن قال أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على مستويات الإنفاق الحكومية لتمويل الأولويات الأساسية للأمن الداخلي والوطني مع الاستمرار في خفض العجز بمقدار تريليون
تريليون دولار، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بعد. الآن لا تريد مجموعة من الجمهوريين المتطرفين الالتزام بالاتفاق، لذلك قد يضطر الجميع في أمريكا إلى دفع الثمن. دعونا نكون واضحين، إذا تعطل عمل الحكومة فهذا يعني أن أعضاء الكونغرس والجيش الأمريكي سيضطرون إلى مواصلة العمل من دون تقاضي رواتبهم. يمكن أن يؤثر الإغلاق على كل شيء، بدءا من سلامة الغذاء إلى أبحاث علاج السرطان. تمويل الحكومة هو من بين المسؤوليات الأساسية للكونغرس، وقد حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في تنفيذ واجبهم الذي انتخبتهم أمريكا للقيام به. وللحديث أكثر معنا من واشنطن مراسل الميادين محمد كريم. محمد، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، هل من مبرر لتكرار التهديد بإغلاق مرافق الدولة بالتزامن أيضا مع إقرار الميزانية السنوية؟ دوريا هذه التجاذبات تجري ضمن هذه الفترة الزمنية كل عام، وتحديدا في شهري سبتمبر وأكتوبر، حول بنود الميزانية العامة للحكومة الأمريكية، باستثناء طبعا إجماع الحزبين على الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري والمتعلقة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وبالتالي هنالك خلاف يتمحور حول البرامج المتعلقة بقضايا الضمان الاجتماعي، وكذلك مسألة الرعاية الصحية، وهي ملف بطبيعة الحال لم تحسم في السابق بحكم التبدلات السياسية في النظام السياسي للولايات المتحدة. ولكن إذا ما تحقق وما يشاع في الوقت الراهن من أن هنالك عملية إغلاق حكومي ستحصل في المرحلة المقبلة، في الأيام القليلة المقبلة، فإن المتأثر والمتضرر بالدرجة الأكبر هو الطاقم المدني ضمن الحكومة الفيدرالية. ونحن نتحدث هنا عن أكثر من 4 ملايين موظف فيدرالي سيتأثرون بدرجة مباشرة عملية الإغلاق، ناهيك عن الخدمات العامة المقدمة للأمريكيين. وبالتالي في هذه المرحلة تحديدا كل طرف يحاول تسجيل نقاط على الطرف الآخر في محاولة منه لاستثمارها انتخابيا خلال المرحلة المقبلة. طيب، هل من يعني دستورية لهذا أو لهذه الخطوة؟ هل من صحة لهذه الخطوة؟ هل من قانونية لهذه الخطوة؟ علا، لا يوجد نص دستوري في القانون الأمريكي ولا حتى تلك القوانين المتعلقة بصلاحيات الصلاحيات الرئاسية تتحدث عن مسألة الإغلاق الحكومي، أي بمعنى آخر لا يوجد نص يلزم كلا الطرفين الجمهوري والديمقراطي بالامتثال بعملية عدم الإغلاق الحكومي. وبالتالي ما يجري اليوم من هذه التجاذبات هي محاولة لانتزاع تنازلات كل طرف من الطرف الآخر. وفي المرات السابقة التي حصل فيها إغلاق حكومي دفع كلا الطرفين الجمهوري والديمقراطي أثمانا انتخابية باهظة، وبالتالي من المستبعد في هذه المرحلة أن تكون هذه التجاذبات تقود إلى مستوى أفضل من المستوى السابق. بمعنى آخر أن السيناريو المحتمل خلال المرحلة المقبلة هو لربما يصار إلى اتفاق ما بين الطرفين على تمويل جزئي لبعض المرافق الأساسية للدولة، وبالتالي هذه المرحلة الانتقالية إنجاز القول التي لربما سيكون تمويلا لمدة شهر هي ستكون كافية لإجراء مباحثات مكثفة ما بين الجانبين للوصول إلى صيغة توافقية حول البنود الخلافية ما بين الجانبين، ومن ثم يصار إلى التصويت على الميزانية العامة بمجملها للبلاد. طيب، السؤال الوحيد ربما لدى الشعب الأمريكي الآن، من يتحمل مسؤولية هذا الإغلاق؟ بالفعل على هذا هو السؤال ربما الجوهري الآن الذي يدور في أذهان الأمريكيين والذي يتكرر كل عام تقريبا بنفس المستوى. هنالك حالة من الإحباط داخل القواعد الانتخابية لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وآخر استطلاع للرأي جرى اليوم أجرته صحيفة واشنطن بوست وكذلك موقع ABC نيوز الأمريكي، أظهر أن 40% على من الأمريكيين يحملون البيت الأبيض وإدارة بايدن على وجه الخصوص مسؤولية الإغلاق الحكومي لعدم وصولهم إلى تفاهمات حول البنود الخلافية مع الجمهوريين. في المقابل هنالك فقط 33% من الأمريكيين هم من يحملون الحزب الجمهوري هذه المسؤولية، وبالتالي بالمحصلة كلا الحزبين بدون استثناء هم يتحملان مسؤولية الإغلاق الحكومي إن حصل في الأيام المقبلة.
طيب محمد، في ظل هذه التجاذبات يعني التي تستمر يبدو حتى وكما هو معتاد حتى اللحظات الأخيرة من الانتخابات، ما هي آفاق مرحلة الحملات الانتخابية بين الحزبين؟ علا، لدينا اليوم طرفان هنا في الولايات المتحدة، طرف يعني يتراجع بشكل مستمر وطرف آخر يتقدم بصورة مضطردة، ونحن نتحدث تحديدا عن الرئيسين الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، وهما يعتبران كليهما المرشحان الأساسيان للحزبين الجمهوري والديمقراطي. في هذا الاستطلاع الذي أظهرته لك قبل قليل أيضا تحدث هذا الاستطلاع عن فجوة كبيرة ما بين الجانبين، ما بين الشخصين. هنالك تراجع في شعبية الرئيس الحالي جو بايدن وبواقع 42% مقابل تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب بواقع 52%، أي نحن نتحدث عن 10 نقاط، وهذه تمثل فجوة كبيرة جدا ما بين الجانبين في ظل تراجع أداء إدارة بايدن اقتصاديا على وجه الخصوص، في ظل التداعيات تشهدها وما تزال تشهدها الولايات المتحدة، التداعيات الاقتصادية على المواطن الأمريكي من الغلاء وارتفاع الأسعار وأيضا التضخم والوصول والتهديد بحالة الركود. في المقابل هنالك تقدم كبير جدا للرئيس السابق، وهذا ما يمثل تحديا لإدارة بايدن. ولكن باختصار لا يمكن أيضا حسم الموقف الانتخابي استنادا إلى هذه الاستطلاعات الرأي، كما تتذكرين على في ما جرى في عام 2016 الاستطلاعات التي أظهرت تقدما للمرشح السابق هيلاري كلينتون أمام ترامب، وبالتالي جاءت النتائج الانتخابية مغايرة، ونحن لا نستبعد أن يحصل نفس السيناريو لربما في الانتخابات المقبلة. كل الشكر لك زميل محمد كريم مراسل الميادين، كنت معنا من واشنطن. مشهدنا اليوم ليبيا، حيث يقوم طباخ بتقديم وجبات للنازحين في طرابلس من جراء فيضان درنا الليبي. صلاح خليل يطهو مع مجموعة من المتطوعين وجبات غذائية للنازحين في منشأة تموين في العاصمة، ويرى هؤلاء أن القضية ليست مسألة إطلاق مبادرة، إنما تقديم يد المساعدة لمن هم بحاجة في ظل المأساة التي حلت بهم، في صورة يريدها المتطوعون أن تجسد معنى الوحدة الليبية إثر كارثة الفيضان التي أودت بحياة أكثر من 3800 شخص وأدت إلى نزوح أكثر من 40,000. فاصل ونواصل بعده المشاهدية. من جديد أهلا بكم. عروض فنية صينية في الجزائر بالذكرى 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. فرقة مسرح سوتشو للباليه زارت مدينة قسنطينة الواقعة شمال شرق البلاد والعاصمة الجزائر، واستقطبت نحو 5,000 شخص. الفرقة التي تعد بين الفرق الست الأولى في العالم قدمت عروضا باهرة استكشف الجزائريون من خلالها فنون الصين التقليدية والمعاصرة. فأي روابط ثقافية تعكسها هذه العروض بين الصين والجزائر؟ للحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والشاعر الرواية رئيس تحرير جريدة الحرية مهدي براشد. أهلا وسهلا بك معنا سيد مهدي، نتابع هذا التقرير ونعود. في قلب هذا الصرح الثقافي الجميل أوبرا الجزائر، وهو هبة وعربون صداقة صينية جزائرية، ستحيي فرقة الباليه لمسرح سوتشو عرضا للرقص لا يشبه كل العروض. ثقافة في حد ذاتها عابرة للقارات وعابرة للحدود، لغة الجسد، لغة العقل، لغة الروح، وهذا الكل يخلينا نحاول نفهموها أكثر ويفهمونا، وهذا يقرب العلاقات مع بعضها إن شاء الله. أول مرة نشوف فرقة تاع البالي في الجزائر، هذا شرف لنا كامل، لأنه شفنا باللي العلاقة اللي كان بين الجزائر والصين كبيرة وعندها وقت كبير يعني اقتصاديا سياسيا، وحنا كشعب جزائري كي نشوفوا هكذا راح نزيدوا نفهموا أكثر وأكثر.
هذه التظاهرات الفنية والثقافية ستوطد أكثر العلاقات بين الشعبين من خلال تعريف كل شعب بثقافة الآخر، ويخلق يعني علاقات طيبة مما يسهل العلاقات ذات الطابع الاقتصادي مثلا أو السياسي وغيرها من العلاقات. هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها الفرقة الصينية ساتشو الجزائر، ولقد حصلنا على ترحيب حار من الشعب الجزائري. وفي اليوم الأول قمنا بتصوير فيديو ترويجي قصير في ساحة الشهداء، ولقي انتشارا رهيبا في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد قدمنا عرضا في ولاية قسنطينة وشهد نجاحا وإعجابا من طرف الشعب الجزائري. الكاتب والشاعر الروائي رئيس تحرير جريدة الحرية سيد مهدي براشد، أهلا وسهلا بك معنا سيد مهدي. لماذا الصين الثقافية، الصين الفنية في الجزائر؟ مرحبا، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن الصين الثقافية هي تكملة للصين الاقتصادية، هي تكملة للصين السياسية والعلاقات التاريخية بين البلدين. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن الثقافة الصينية في الجزائر ليست غريبة على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يعرف الصين حتى قبل الاستقلال، حتى وهو تحت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية من خلال الخزف الصيني. الجزائريون كانوا دائما يحتفون بخزف فارفور الصيني. الجزائريون كانوا يحتفون بالرسوم التي كانت على الخزف وانتشرت بين العائلات الجزائرية، خاصة في العائلات في المدن الكبيرة. أجمل اللباس الرجالي كان لباس بذلة شونغاي التي عرف بها تقريبا كل الرجال الموجودون على السواحل الجزائرية من بحارة. فهذه الثقافة كانت موجودة. اعتراف الجزائر الصين بالاستقلال الجزائر وهذه العلاقات الطويلة هي التي مهدت بشكل سهل لتطور العلاقات الثقافية، آخرها أن هناك تبادل ثقافي بين البلدين. طيب، هذا الحيز الفني، أعتقد أن الأمر، تفضل أكمل. نعم أكمل. الحيز الفني هذا، أولا بالي مثل هذه الفرقة، فرقة سوشو العريقة، تلقى هذا الترحيب ليس فقط لأنها فرقة كبيرة، ولكن لأن الجمهور الجزائري يهتم كثيرا ويعشق كثيرا كل العروض الثقافية والفنية والموسيقية التي تنحت دائما من التراث. وأعتقد أن البالي الصيني كان دائما مرتبطا بتقاليد الصين الثقافية، وهو في ذلك يشبه كثيرا الرقص الجزائري الذي ينحت من تقاليده العريقة ويحاول تطويرها. الجانب الثقافي ظهر جليا كذلك في محاولة التقرب أكثر من الكتاب الصيني وتقرب الصينيين من الكتاب الجزائري والكتاب العربي بصفة عامة. أعتقد أنه مؤخرا مثلا هناك بعثة من الطلبة الصينيين في السند الجامعية السابقة، تقريبا حوالي 25 طالبا صينيا موجودون الآن في معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر بالعاصمة يدرسون الأدب. أعتقد أن هذا سانحة لالتقاء الطلبة الجزائريين بالطلبة الصينيين وتبادل الآراء. سيد مهدي، هذا الجزء يعني الثقافي أو الفني، ما الذي يضيفه على يعني كونه وصفته حضرتك بالامتداد، ما الذي يضيفه هذا الجزء الفني الثقافي على هذا الامتداد للسياسة والاقتصاد وغيرها بمجمل العلاقة بين الصين والجزائر؟ أي إضافة له، أي أهمية له؟
أهميته تكمن أولا في موقع الجزائر بالنسبة إلى العالم العربي باعتبارها أكبر بلد عربي، والجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا، وأعتقد أن هاتين الخاصيتين ستعمل على تمديد الحظوظ الاقتصادية للصين وتواجدها في العالم العربي من جهة، وفي العالم الإفريقي والقارة الإفريقية من جهة أخرى عن طريق ما يسمى الآن بطريق الحرير إلى غير ذلك. أعتقد أن التواصل الثقافي والتواصل الفني والتواصل الإنساني هو قاعدة مهمة لبناء الاقتصاد. تواجد الثقافة الصينية في الجزائر معناه فتح بوابة اللغة الصينية في الجزائر. أعتقد أنه منذ التواجد الاقتصادي عن طريق شركات البناء في الجزائر، الجزائريون اهتموا أكثر باللغة الصينية، وبالمقابل هناك اهتمام صيني بالثقافة العربية والثقافة الإفريقية المتوسطية في الجزائر. طيب سيد مهدي، هذا ما نراه الآن صينيا في الجزائر، ما الذي نراه في الصين جزائريا؟ ماذا عن النشاطات؟ ما الذي تقوم به على الصعيد الفني والثقافي الجزائر في الصين؟ على الرغم من بعد المسافة، إلا أن الجزائر تنتمي إلى أمة حفظت منذ القدم اطلبوا العلم ولو في الصين. أعتقد أن المبادرة التي قامت بها الصين في جعل الجزائر ضيف شرف لمعرض الكتاب بكين، وتواجد جناح جزائري بحوالي 500 متر مربع وحوالي أكثر من 800 عنوان، أعتقد أنها بداية لوصول الثقافة الجزائرية باعتبارها محصلة للثقافة العربية والثقافة الإفريقية والثقافة المتوسطية للجزائر، وإيصال هذا التنوع الثقافي لبلد قارة يمكن أن يمثل العالم العربي والعالم الإفريقي وحتى العالم المتوسطي في الصين. طيب بشكل سريع، يعني سريع جدا، في بعد نشاطات الآن في الجزائر غير هذا العرض؟ حاليا لا يوجد نشاط باستثناء النشاط الأخير الذي حدث من خلال الفرقة الفنية للبالي سوشو، ولكن كانت هناك مناسبات أخرى في السابق تعرف فيها الجزائريون على الثقافة الصينية والفن الصيني من خلال فرق أقل من هذه الفرقة من حيث الإبداع ومن حيث الشيوع. شكرا لك سيد مهدي براشد، الكاتب والشاعر الروائي رئيس تحرير جريدة الحرية، كنت معنا من الجزائر. كثيرون جنوا أموالا من تداول العملات الرقمية، لكن محققي الثروات الضخمة من الكريبتو باتوا بالملايين في فترة تشهد ضغوطا متزايدة على سوق العملات المشفرة بعد القفزة التي شهدتها بداية هذا العام. فهل التجارة بالعملات الرقمية مربحة لهذه الدرجة؟ وهل بات التداول فيها آمنا ويعتمد أسسا واضحة؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي السيد حسام عايش. سيد حسام، أهلا وسهلا بك معنا. دعنا فقط نتابع وإياك والمشاهدين هذا التقرير ونعود. We'll be right back.
إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع أجدد الترحيب بالسيد حسام عايش الخبير الاقتصادي وهو معنا من عمان. أهلا وسهلا بك معنا من جديد سيد حسام. دعنا بداية نتحدث عن يعني حجم الاستثمار، إلى أين وصل حجم هذا الاستثمار في هذه العملة؟ يعني العملات المشفرة الاستثمار فيها يرتفع وينخفض. حجم القيمة السوقية لهذا للعملات المشفرة طبعا يتم تقديره، كان قبل حوالي سنة ونص أو سنتين حوالي 2.2 تريليون دولار، انخفض إلى 1.1 تريليون دولار، ثم انخفض إلى التقديرات إلى 800 مليار دولار. ومع ذلك هناك الكثيرين ممن حققوا ثروات كبيرة وهائلة من التعامل بالعملات المشفرة، وهناك في المقابل من فقد ثروته من التعامل بهذه العملات. لكن في جميع الأحوال العملات المشفرة يرى البعض أنها فرصة لجني الأموال، وبالتالي فهم يجهدون من أجل القيام بهذا بالجهود التي تسمح لهم بذلك. لكن مع ذلك الحقيقة أن الاستثمار بالعملات المشفرة يعني كما يقول الخبراء المعنيون ليس آمنا. سعر بيتكوين وصل في نهاية 21 شهر نوفمبر 21 إلى حوالي ما يقارب 68 ألف دولار، ثم انخفض بعد ذلك بأشهر إلى 17 ألف دولار. إذن هناك من حقق مكاسب عندما باع بهذا السعر، وهناك من حقق خسائر عندما وصل السعر إلى 17 ألف دولار. في جميع الأحوال العملات المشفرة هي عملات يعني ترتفع وتنخفض، ومن الصعب المراهنة. لكن لماذا نجحت بالصمود؟ يعني كل الآراء الاقتصاديين والسياسيين كانوا يقولون أنه نتيجتها مصيرة لزوال. كيف استمرت؟ كيف نجحت؟ كيف جعلت من أصحاب من يتداول بها يعني لم يشكلوا فقط أموال أو يجمعوا أموال بل ثروات؟ نعم الحقيقة صمدت لأن كثيرين مؤمنين بأن المستقبل للعملات المشفرة ويتعاملون معها وبها رغم الخسائر باعتبارها عملة المستقبل، ولأن هذه العملات تطورت حتى آليات احتساب قيمتها. يعني مشان نوضح أكثر الحقيقة هناك أربع أنواع من العملات الرقمية: العملات المشفرة وهي كالبيتكوين وأخواتها، والعملات الافتراضية وهي عملات إما محكومة بالمطورين لها أو بروتوكول يتحدد طريقة التعامل بها، والعملات الرقمية المستقرة كما يقال وهي المرتبطة بأصول كالدولار الأمريكي، والعملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية. إذن العالم كله تقريبا يتجه نحو العملات الرقمية بأشكالها المختلفة، وهذا بحد ذاته مثل قوة دفع كبيرة لاستمرار هذه العملات. بل إن البعض بدأ يرى في العملات المشفرة أنها بديل موضوعي للتعامل بالأسهم أو بالبعض الأصول، وبالتالي كان هناك توجها نحوها باستمرار. هذا من جهة. من جهة ثانية قصص النجاح التي تروى عن هذه العملات والتعامل بها يدفع كثيرين باستمرار إلى استخدامها أو التحول إليها. إضافة عندما نتحدث عن حوالي 635 مليون متعامل بالعملات المشفرة، هذا يعني أن من الصعوبة مكان لهؤلاء أن يتركوا هذه العملات إذا كانوا خاسرين أو أن يوقفوا أرباحهم إذا كانوا رابحين، وهذه بحد ذاتها تدفع يعني التفاؤل والتشاؤم بشأن العملات المشفرة يدفع للتفاؤل على أنها عملات المشفرة. في أسباب أكثر من ذلك، نعني حروب، نعني عقوبات على بعض الدول، هناك دول يعني عملتها الرسمية الحروب، حتى كوارث المناخ وغيرها، في لهون هذه الأسباب هي ربما تكون بشكل أو بآخر أساسية في صمود ونجاح هذه العملة؟ أحيانا هذه العملات تتأثر بهذه الحرب الروسية الأوكرانية. من أثر بالآخر؟ هي هذه التطورات أم هي يعني تأثرت أم أثرت؟ الحقيقة أنه لأن مجموعة عوامل أخرى كانت موجودة، منها ارتفاع معدل التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة،
تحول الكثيرين من التعامل بالعملات المشفرة غير الآمنة ارتفاعا أو انخفاضا نحو أصول آمنة أو نحو الاستثمار بالدولار الأمريكي الذي ارتفع كثيرا، أثرت على تقييم مدى تأثير الحروب عليها. لكن مع ذلك كثير من المساعدات التي مثلا كان البعض يتبرع بها لأوكرانيا ماليا عن طريق العملات المشفرة، أيضا دول ربما تعرضت لحصار الولايات المتحدة كمثلا إيران أو روسيا أو كوريا الشمالية أو غيرها من الدول أو فنزويلا استخدمت العملات المشفرة لتجاوز هذه العقوبات، وبالتالي كان يرتفع سعرها أو ينخفض على وقع هذه الأحداث المختلفة. لكن إلى هذه يعني الآن من الصعب أن نقول أن هناك عاملا حاسما واحدا يؤثر في ارتفاع أو لكن يجعل بديل قوي، يعني حتى لو كان يسبب خسائر هو أصبح ثابت، يعني عندما تستخدم الدول لتقوم بمعاملاتها هذا يعني أنه أصبح فارض نفسه ونستطيع أن نتحدث بتنا عن مستقبله. هذا بحد ذاته أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار هذه العملات بل وتزايد التعامل بها، رغم أن البعض يخسر من هذا التعامل. لكن مع ذلك هذه العملات تجد طريقها لأن تكون عملات أقرب إلى التعامل اليومي، وثانيا هي أقرب لتجاوز الحدود يعني النظام المالي الأمريكي وغيره من القيود، وثالثا هي بحد ذاتها يعني إذا ما كان هناك من يقرأ طبيعة هذه العملات يمكنه إلى حد ما أن يحقق ثروة. يعني أحد أكبر الأثرياء من وراء التعامل بالعملات المشفرة يعني ثروته قدرت بحوالي 25 مليار دولار، شاب أمريكي يعني صغير، كان مجرد أن ينقل هذه العملات من الأسواق الأمريكية إلى الأسواق اليابانية تزيد ثروته بين 5 إلى 25% على الفور. وهذا بحد ذاته يعني أن حتى استخدام هذه العملات وتنقيلها بين الأسواق وزيادة الطلب عليها في جنوب شرق آسيا تحديدا كلها عوامل دفعت لارتفاع قيمتها أو استمرار تداولها أو اعتقاد الكثيرين أن المستقبل ما زال لها. صحيح، كل الشكر لك سيد حسام معايش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من عمان. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.